تحدث عن هذه الشخصية اللي هي طالب أحمد الإبراهيمي. هي مجموعة نحن اقترحنا أحمد طالب الذي تم اقتراحه بالأمس. الشعب قبل هذه الشخصية وأبدأ في شعاراته أنه موافق على شخصية كان دائما زاهدة في السلطة. هو كان عنده قبول واسع، لا أقول كل الشعب حتى لأن لا أحب، لا يوجد الإجماع، لا يوجد إجماع، نقول التوافق، هو نوع من التوافق، وقد يكون شخصية مقبولة جدا يعني، خاصة بعد أن نقحناها في المبادرة بمجموعة من المستشارين الذين يكون محيطين بهم يكونوا من مختلف التيارات. إذا صدقت النية، لأنه حتى الطبقة السياسية لابد أن تكون مسؤولة نتحلى بالمسؤولية، لا نريد أن ندخل في بلاد في متى في نهاية المطاف، نحن لابد أن نتعايش في داخل هذا الوطن ولابد أن نصل إلى حلول عاجلة غير آجلة. التحول الديمقراطي الحقيقي لن يحدث في سنة أو سنتين، أكيد تطلب سنوات، أكيد مخاض عسير، لكن المرحلة الأولى هو أن تعود نوعا ما، أن تبنى جسور الثقة بين الأطراف جميعا. أنا أقول شخصيا يعني أصبح من الصعب علي من خلال معيشته في السنوات الماضية في الجزائر أن أثق في أي سياسي. صحيح، هنا أكذب على الناس أنا. فما بالك المواطن البسيط الذي كذب عليه. وهذه مشكلتنا نحن، فقد الشعب فقد الثقة في النظام، فقد الثقة في النخبة السياسية، وفقد الثقة في أي واحد يصدر المشهد. نحن نعيش حالة من النكران الكبير يعني. كيف نعيد الثقة؟ ألا شيء هي أول نخبة سياسية أعتقد هي مهمة جدا. أعتقد لما يطرح شخصية مثلا شخصية الإبراهيمي، أعتقد أن نوع من الناس أن يحدث هناك نوع من الضغط عليه حتى من طرف شخصيات من تيارات سياسية مختلفة. أعتقد أنها تعرف أن هذا الرجل زاهد في المنصب السياسي ولا سنه يسمح له أيضا، حتى أنه شرط من الشروط أنه يقود مرحلة انتقالية. هو مرحلة أنا أعتقد ما تسويش 16-17 فقط بإجراء الانتخابات الرئاسية، ثم ندخل في المسار الانتخابات البرلمانية وتعديل هذه الفترة الانتخابية أو الانتقالية.